بعد إرشادات السلامة، وذلك تجنبا لبعض الحوادث المؤلمة، خاصة عندما نتحدث عن الغرق في حالة وجود الأطفال. وفي تفاصيل أكثر حول إرشادات السلامة في البركة السياحية، يسعدنا أن نرحب بالمقدم أيمن بروقة، مدير إدارة السلامة والوقاية في الدفاع المدني، والذي ينضم معنا من مكتبنا في طول كرم. نعم، صباح الخير مقدم أيمن، يعطيكم العافية. صباح الخير، يسعد صباحكم. نعم، شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده. نعم، بدايه مقدم ايمن بالحديث عن متابعتكم دائما كدفاع مدني لموضوع ترخيص المسابح بشكل عام في فلسطين، والعديد من الاجراءات الوقائيه التي تقومون بها خلال عملكم خلال الاعوام الماضيه، وصولا للحديث على موضوع الفلل السياحيه المستحدثه في فلسطين. نعم صحيح، منذ اللحظة الأولى لإقرار مجلس رئاسة الوزراء للنظام الخاص بترخيص الفلل السياحية، كان هناك تعليمات من السيد المدير العام بالعمل على إعداد لائحة شروط ومتطلبات لمثل هذه الإشغالات، وعليه قامت إدارة الوقاية والسلام العامة بعمل اللائحة والنظام ورفعها لمعالي وزير الداخلية لاعتمادها حسب الأصول ودخولها حيز التنفيذ. نعم، يعني سيادة المقدم، نحن نتحدث عن العديد من الإرشادات التي يجب أن تكون على اطلاع سواء لأصحاب الفلل أو حتى للأهالي في حال توجههم لهذه الفلل الخاصة أو حتى للشاليهات. نتحدث عن أهم هذه الإرشادات، مثل بناء مثلا ما يمنع الأطفال من الاقتراب من بركة السباحة، وجود وسائل للحماية والأمان. في تفاصيل أكثر حول أهم هذه الإرشادات التي أقرها مجلس رئاسة الوزراء واللائحة التنفيذية التي قام الدفاع المدني بطرحها مؤخرا. نعم، فيما يتعلق باللائحة التنفيذية، هي استندت لقرار مجلس رئاسة الوزراء ولا سيما المادة رقم 7 التي تشترط في الشروط الأولية للموافقة الحصول على شهادة السلامة العامة الخاصة من الدفاع المدني، وأيضا المادة رقم 12 البند الثاني الذي يلزم أصحاب المنشآت بالالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بشروط الدفاع المدني. وعليه كانت اللائحة التي تم إعدادها من قبل جهاز الدفاع المدني تضمنت 3 محاور رئيسية، المحور الأول اللي هو بتعلق بالمتطلبات الأساسية، والمحور الثاني اللي بتعلق بإرشادات السلامة الخاصة بمرفق المسبح، وأيضا بالإرشادات العامة من خلال أنظمة الإنذار والإطفاء ووسائل الحماية والإنقاذ لكافة المنشأة. نعم سيادة المقدم، نتحدث عن جانب مهم جدا وما يتعلق بترخيص هذه الشاليهات بما يتعلق بعمق المياه والمسابح. نتحدث أن هذه المسابح هي مسابح داخلية لمنازل، لست بحاجة أن تكون بأعماق كبيرة، ليست هي مسابح رياضية أو أولمبية أو حتى بوجود منقذ فيها. فكيف تتابعون هذا الموضوع بما يتعلق أيضا بارتفاع البركة وأيضا كمية المياه الموجودة؟ نعم صحيح، ورد في اللائحة التنفيذية التي تم إقرارها من معالي وزير الداخلية اللي هي الشروط الخاصة بمرفق المسبح، احنا كان من ضمن الشروط المطلوبة انه يتوفر حواجز حماية حوالين المسبح حتى لا يتمكن الأطفال دون 12 سنة من دخول المصعد من دخول المسبح بدون وجود مرافق. ايضا يجب ان تكون الحواف حول المسبح هي حواف خشنة وغير ملساء قابلة للانزلاق، ويجب الا تكون أعماق المياه بارتفاعات خاصة لعدم وجود مسبح بسبب خصوصية مثل هذه الإشغالات، وأيضا يجب أن يتوفر وسائل الإنقاذ الحديث الموجودة في حول مرفق المسبح، وهي عصا الإنقاذ، عجل الإنقاذ، السطورات الواقية. من هون بنوجه يعني رسالة لمواطنينا أنه عدم استخدام الأطفال أقل من 12 سنة لمرفق المسبح دون وجود أحد الوالدين أو المعيلين. نعم، يعني سيادة المقدم أيمن، بهذا هل ستصبح الفلل السياحية أو الشاليهات من ضمن الأماكن التي يقوم جهاز الدفاع المدني بزيارتها للتأكد من وجود إجراءات السلامة؟ وأيضا يعني هناك عاتق من المسؤولية يقع على الأهالي تجنبا لحالات الغرق أو لحالات الوفاة، الأهالي يجب أن يكون لديهم بعض الخبرة في حالة الإسعافات الأولية التي تقدم للأطفال في حال تعرضهم لأي مكروه لا سمح الله.
يعني أختي الكريمة فيما يتعلق. نعم. الصوت راح. هل تسمعني سيادة المقدم؟ يا ريت لو تعيد السؤال كمان مرة. نعم، يعني سيادة المقدم بشكل سريع، هل ستكون الفلل السياحية أو الشاليهات الخاصة وجهة نظر أيضا لجهاز الدفاع المدني لزيارتها والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة، وأيضا مسؤولية الأهالي يجب أن يكون هناك بعض الخبرة في تقديم الإسعافات الأولية للأطفال في حال تعرضهم لأي مكروه لا سمح الله؟ نعم صحيح، منذ اللحظة الأولى اللي تم إقرار فيها اللائحة التنفيذية أصبحنا إحنا بنعمل متابعة دورية لمثل هذه الأماكن، ولكن أنت تعلمين أن الدور اللي بيقوم فيه جهاز الدفاع المدني هو إصدار تصريح للسلامة العامة، لذلك يجب أن تكون هذه المنشآت مرخصة من وزارة السياحة ومن الهيئات المحلية والبلديات حسب الأصول حتى يتسنى لنا متابعتها وإصدار تصريح للسلامة العامة الخاصة بها. نعم سيادة المقدم، ولذلك احنا بندعي كافة الأهالي نعم نسمعك تفضل. ما قبل ارتياد مثل هذه الأماكن التأكد من أن هذه المنشأة مرخصة حسب الأصول وحاصلة على تصريح السلامة العامة. نعم سيادة المقدم، تحدث عن الدور الكبير جدا بشراكاتكم مع المؤسسات والوزارات المعنية مثل وزارة السياحة، وأيضا متابعتكم في الأجهزة الأمنية للسلامة وأيضا لضمان الأمن والأمان في هذه الشاليهات. نتحدث عن العديد من البرك السياحية في أريحة في النصرية والعديد من الفلل الخاصة، كيف تتابعون هذا الموضوع؟ وبإيجاز نختتم بنصائح للمواطنين بشكل عام. مثل هذه الإشغالات أنا كما وضحت سابقا بتم متابعتها بعد ترخيصها حسب الأصول من وزارة السياحة والهيئات المحلية، في حال كانت حاصلة على موافقة مبدئية وترخيص مبدئي بتم متابعتها من قبل طواقم السلامة العامة في الدفاع المدني. نعم يعني سيادة المقدم، وفي الختام نعم وفي الختام بندعي أصحاب مثل هذه الفلل السياحية للمصارعة بتصويب أوضاعهم حسب الأصول ومراجعة جهات الاختصاص للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لكي تكون هذه الأماكن آمنة للجمهور الذي يرتادها. نعم سيادة المقدم، بشكل سريع في الختام أهم إرشادات السلامة أثناء السباحة، سواء كنا نتحدث عن المتنزهات أو حتى عن السباحة في الفلل الخاصة، يعني أهم الإرشادات بشكل عام التي يمكن أن تقدمها للمواطنين وللأهالي في حالة سباحة أطفالهم. أهم الإرشادات أنه اتباع لائحة الإرشادات التي تكون موضوعة أمام المرفق المسبح فيما يتعلق كان إما بالمسابح والمتنزهات أو في الفلل السياحية، في حال المسابح الكبيرة الالتزام بتوجيهات وتعليمات المنقذ. ندعو كمان المواطنين الذين لا يمكنهم السباحة في الأعماق الكبيرة أنه الالتزام بكافة التعليمات وعدم الدخول إليها ومراعاة عدم التدافع في أثناء عمليات السباحة. نعم كل الشكر لك المقدم أيمن بروك مدير إدارة السلامة والوقاية في الدفاع المدني، جهودكم مشكورة، وهذه تحية لكل العاملين في الدفاع المدني الفلسطيني، وأيضا تذكير أيضا بالاتصال على الرقم المجاري للدفاع المدني في حال وقوع أي مشكلة لا سمح الله. شكرا لك سيادة المقدم. إذن مشاهدينا، أطفالنا هبة من الله، يجب أن نحافظ عليها قدر الإمكان، وبذلك السباحة في فصل الصيف ممتعة وهي رياضة جميلة، ولكن تجنبا لحالات الغرق والحوادث المؤلمة يجب أن نتقيد بإرشادات السلامة.